ناحية أخرى لقد هطلت ثلوج غريبة. إنه صيف كله شتاء. كما فقد عجوز جاذبيته الأرضية. هل أنا أطير أم عقلي؟ رأيتم كله بسبب وظيفة أبيكم. هناك أشياء لا يجب تغييرها. القطط لا تصدق الكلاب. الشمس لا تشرق ليلا. وأبوكم يجب ألا يعمل. ما الذي سنفعله؟ سننهي الموضوع. اسمعوا اعذروني، ولكن حكاية تدمير العالم ليست من اختصاصي. أرجوكم دعوني أذهب. أنت من وظفه وستطرده حالا؟ إنه موظف ممتاز. وأنت أخر في توصيل البيتزا. نعم سأطرده حالا عندها. إذن لن يوصل آخر واحدة. حارة شهية مشوية ومحشية، والطعم أروع عندما ترونني. يا عندما أسرع، عندما أسرع. لابد أنه قريب. إنه هناك. كلما اقتربنا من بابا زادت المشاكل حولنا. علينا الحذر. إذا تمسكوا جيدا. ماذا حدث؟ أنا أشعر بالذكاء. أنا لا. تحسنت الأمور. لن تسوء الأمور. لا يمكن أن أتحمل. ما عنوان توصيل البيتزا؟ سنة 34. أعرف طريقا مختصرا. اسمعوا اعذروني، ولكن حكاية تدمير العالم ليست من اختصاصي. أرجوكم دعوني أذهب. ماذا؟ مستحيل، عدنا في الزمن. لن نمسكه أبدا. سترون جميعا. سنذهب من هنا. ما هو رقم البيت؟ لا أعرف. فكر قليلا، يوجد 100 بيت في الشارع. لقد عرفت البيت المطلوب. أمي، هذا هو. انتبهوا، هروب. أنا أرجوك يا لاري اطرد. لكنه لم يخطئ أبدا. إنه يدمر العالم. ماما أنا بخير تقريبا. هيا أوقفوه بسرعة. غامبل انظر. بابا لا ترسل بيتزا. لا تقف. لحظة، هل أكلت من البيتزا؟ قطعة صغيرة من الوسط. ووترسون، وفقا للبند 34 من قانون توصيل البيتزا قسم الجنايات، أنت مطرود. لا